كابتن شريف، شوط رائع للأهلي وبداية ولا أروع. والله ألف مبروك الشوط الأول، 3 أهداف. ألف مبروك بيرسي تاو، لعيب عنده شخصية، لعيب جريء جدا، عنده إمكانيات، عنده مهارات. كسب الرهان مستر موسيماني، كسب الرهان. يعني إحنا بصراحة إنه يلعب بمكسيوني وبيرتساو ويحط جنبهم أفشة كان في مخاطرة شوية، مش مخاطرة، هو أدرى يعني، إنما هي واضح ان كان عنده الثقه فيه. لم احد فينا يتخيل انه اللاين فيرود ده هيبقى بالشكل المثالي ده، صحيح، بالاداء ده، بالتنفيذ ده، بالاهداف دي. انت مرشح انك انت في الشوط الاولاني خلاص اربكت نادي الاسماعيلي كله، حتى بالمدير الفني هو قاعد بيغير محمد عادل وبينزل محمد صادق عشان يمسك نص الملعب عشان يكون ليه وجود. صحيح. برافو موسيماني، برافو اللعيبه، ويلكم مستر بيرسي تاو.